صباح الخير على حضراتكم جديد. وقفة في بلاط صاحبة الجلالة، وقفة تحليلية مع أبرز ما جاء في صحافة اليوم. هنبتدي هذه الجولة من الأهرام مباشرة ومن الصفحة الأولى. منظومة متكاملة للتنمية البشرية والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجا، والرئيس تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مختلف المجالات. وتعليقا وتحليلا على هذا الخبر بتنضم الينا عبر الهاتف الدكتوره باسنت فهمي، الخبيره الاقتصاديه وعضو مجلس النواب. اهلا بيكي دكتوره باسنت، وكل سنه وحضرتك طيبه. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. صباح النور. ابرز مجالات التعاون مع البنك الدولي اللي هيتم تعزيزها وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا دي زياره مهمه للبنك الدولي والصندوق كمان. الحقيقه كان امبارح عندنا برضه لقاء في البرلمان، قابلنا رئيس البنك الدولي والصندوق. مهم جدا انهم يساهموا في حاجات اساسيه في الوقت الحالي. اولا البنيه التحتيه احنا ما خلصناها. ثانيا انك تعملي تسهيلات كمان للتمويل متناهي الصغر والصغير، لان ده بنسميه قاعده الهرم بالنسبه للاقتصاد، وعدد الشباب كتير قوي وهو مستعد انه يساهم في هذا الكلام. والشيء الثالث اللي مهم كمان انه يرتقي بالخدمات، او يعني يدينا تسهيلات ان نستطيع ان نرتقي بالخدمات في كافه المحافظات. يعني آن الأوان إن كل محافظات مصر تاخد خدمات على نفس المستوى، سواء كان كهرباء أو صرف صحي أو تليفونات، كل شيء. فالحقيقة الزيارة دي مهمة، وهو أبدأ استعداد للتعاون، وكانت موجودة السيدة وزيرة التعاون الدولي أيضا والاستثمار، وقال إنه حيظل يتعاون مع مصر في كافة المجالات اللي احنا طالبينها، لأنه لاحظ إن الحقيقة المؤشرات اللي طالعة من الأداء الاقتصادي مشجعة للغاية. المجهود اللي اتعمل حقيقة يعني أنا مش عايزة أقول غير مسبوق حقيقة. واشتغلنا كويس قوي في الفترة اللي فاتت، والنهارده السيد الرئيس أيضا هيستكشف بعض المشروعات. فالأداء اللي احنا قدناه واستخدامنا للقروض اللي أخذناها هي اللي خلته يقول هذه التصريحات الهامة. فالحمد لله هم هيتعاونوا معانا زي ما قلت لحضرتك في البنية التحتية وفي التمويل متناهي الصغر وفي الارتقاء في الخدمات وفي تقديم كل شيء ممكن يخلي المستوى الاجتماعي للمصريين يرتفع. واهم حاجه الحقيقه انا بركز عليها ان الخدمات هتقدم في كل محافظات مصر بنفس المستوى، وده اللي البنك الدولي يقدر يساعدنا فيه قوي. دي من تخصصاته. كمان كان مضى من يومين مع السيده وزيره الاستثمار يعني اتفاق تعاون يمتد لسنتين كمان عشان يساعدنا في كل المجالات اللي احنا محتاجينها. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتورة باسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب. أهلا بك يا فندم. لجريدة الأخبار مشاهدينا، وبنطالع من صفحتها الثالثة، الرئيس يفتتح اليوم مشروعات كبرى بالإسماعيلية. بسام راضي الافتتاحات الجديدة تدشين لتنمية شبه جزيرة سيناء. طيب تعليقا على هذا الخبر معنا الأستاذ هاني عمار الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون النقل بالأهرام. صباح الخير أستاذ هاني. اهلا، صباح الخير. اهلا، تحياتي لحضرتك، كل سنه وانت طيب. صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها وعلى الشعب يا رب دايما. النهارده طبعا افتتاحات مهمه جدا جدا يا استاذ هاني، وفي الحقيقه طبعا موضوع مهم بنتكلم فيه، حوالي اربع انفاق بيفتتحوا، وطبعا هيسهل الحركه ما بين الاسماعيليه وبورسعيد. نعم. وهيبقى في وصل ما بين العريش وهذه الانفاق، اعتقد دي نقله كبيره جدا ما بين العريش وما بين سيناء والاسماعيليه، وتنميه كبيره جدا لهذه المنطقه. نعم، لا الحقيقه هي مشروعات تاريخيه، يعني مشروعات سيكتبها التاريخ، لان مشروعات غير مسبوقه. لاول مره في التاريخ بيتم ربط سيناء بهذه الشرايين، ربط مباشر بينهي عزله سيناء للابد مع محافظات الدلتا، مع مصر بشكل عام. اضف الى ذلك ان هو بيربط اسيا بافريقيا، مستقبل ممكن يعني يسهل وييسر حركه التجاره بين افريقيا، بين شمال افريقيا والدول العربيه في آسيا، وأيضا ممكن أن تمتد هذه الرحلات التجارة إلى أوروبا. لا الحقيقة هي مشروعات يعني هي خلاص كتبت في مجلات التاريخ، مشروعات العملاقة، من أعظم المشروعات التي يعني شهدتها مصر خلال العصر الحديث. طيب أستاذ هاني، بالفعل هذه الشبكة من الأنفاق بتعتبر مشروع هو الأضخم من نوعه، مش بس على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم. أهمية إطلاع العالم على ما يجري في مصر من مشاريع قومية عملاق. لا يعني احنا خلينا نبص على سيناء.
سيناء يعني أنا دايما أقول هذه المنطقة هي جوهرة جغرافية. سيناء موقعها وإمكانياتها ومواردها كفيلة فعلا أنها تحل مشاكل الاقتصاد المصري. صحيح. سيناء على يعني على مرمى البصر من القاهرة. سيناء بتعتبر يعني بينها وبين القاهرة ما يزيدش عن ساعتين زمن. سيناء بتتمتع بموارد ضخمة جدا، سواء في الشمال بالنسبة للزراعة وممكن يتم استثمار المناطق الشمالية كلها في إقامة مشروعات زراعية، في وسط سيناء بالنسبة لمواد البناء للخام، في جنوب سيناء بالنسبة للسياحة، يعني فيها مقومات التنمية المتكاملة. سيناء يعني يمكن المنطقة يمكن ربما تكون الوحيدة في العالم اللي هي بتطل على بحرين، بتطل على البحر الأحمر في يعني على خليجين، خليج السويس وخليج العقبة، وأيضا في الشمال على البحر المتوسط. منطقة فيها مجموعة من المواني، فيها ميناء الطور، فيها ميناء العريش، فيها ميناء سياحي في الغردقة، فيها ميناء على البحر المتوسط أيضا وهو شرق بورسعيد. يعني هي منطقة تتمتع بكامل الموارد والإمكانيات والمرافق. الحقيقة يعني الأنفاق كملت هذه المنظومة أو استكملت بالأنفاق استكملت هذه المنظومة، وهي الربط، لأن كان في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لانتقال الخامات وحركة التجارة بين سيناء وبين الدلتا. يعني كنا احنا في كثير من الأوقات بنشوف طابور الشاحنات أو طابور السيارات التكدس الكبير اللي كان موجود ربما بالأيام أمام المعابر اللي هي المعديات حتى ينتقل من سيناء إلى الدلتا أو من الدلتا إلى سيناء. بهذه الأنفاق الحقيقة يعني طفرة. أنا الحقيقة ما أقولش عليه مشروع، ده مشروع تاريخي، مشروع يعني كتب بالفعل سجل في ذاكرة التاريخ لمصر بشكل عام ولسيناء بشكل خاص. حق أنا تقديري إن سيناء يعني أنت كمان لا يجب أن نفصل هذا المشروع عن المخطط الشامل لمحور تنمية قناة السويس. تنمية المحور ده هو الأنفاق جزء من هذا المحور. صحيح. الحقيقة أعتقد من المرحلة اللي جاية هتكون مرحلة غير مسبوقة وغير يعني فعلا غير مسبوقة، ومرحلة تاريخية في التنمية في هذه المنطقة، لأن أنت بتكلم عن استثمار المشروعات أو إقامة المشروعات الصناعية والمارية والجستية على شرق وغرب القناة، وبالتالي هنا هتكون أحد روافد أو أحد يعني شرايين هذه المشروعات هي الأنفاق. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور الأستاذ هاني عمر الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون النقل بالأهرام، شكرا جزيلا. لجريدة الجمهورية مشاهدينا وبنطالع من صفحتها الثالثة وفيما يتعلق طبعا باستقبال شهر رمضان الكريم. قبل انطلاق الشهر الكريم بساعات، معارض أهلا رمضان تجذب المواطنين. المصلحي الدكتور علي مصلحي وزير التموين بيصرح كل الفروع مستمرة حتى العيد والتخفيضات تصل ل20%. طيب الموضوع الأكثر أهمية طبعا في شهر رمضان الدراما والإعلانات موجودة بشكل كبير، والكل متابع طبعا تلفزيون في رمضان. أعتقد في موضوع مهم صرح به مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام. مصر اليوم بتقول الأعلى للإعلام عقوبات مشددة لغير الملتزمين ومحظورات دراما رمضان، الشتائم والمشاهد الفجة والمخدرات هيكون في طبعا رصد ليها وفي عقوبات تتوقع على من يقوم بذلك، لكن طبعا المتابعة هو ده أهم شيء، وكمان يكون في رادع في الحياة. ده طبعا من الحاجات اللي ده شيء مهم جدا عليها. لأنه في رمضان بالزبط. تحديدا الأسرة المصرية كلها بتلتف حول التلفزيون طبعا بعد كل الشعائر الدينية والروحانية، ولكن ساعات الجلوس أمام التلفزيون بتضم كل أفراد الأسرة بكل بقى أعمارهم، فده شيء مهم جدا أنه الأطفال لما يتفرجوا والشباب لما يتفرجوا يلاقوا أمثلة جيدة وقدوة المفروض تكون ليهم في هذه الدراما اللي مخصوص بتتعمل لرمضان. طيب نروح لجريدة الأهرام ومن صفحتها الخامسة بنطالع البرلمان يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. رئيس الوزراء الاستقرار الذي حققناه بيثير قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبير المكائد.
الأخبار كمان رصد موضوع مهم جدا، وفي الحقيقة طبعا ده نهج اعتدناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية الشهر الفضيل، دايما بيعفو عن عدد من الشباب المحبوسين، فالأخبار بتقول عفو رئاسي قريبا عن عدد من الشباب المحبوسين. طبعا إن شاء الله يكون العدد كبير، وهلأ الشباب يكونوا بيفطروا أول يوم في بيتهم إن شاء الله مع أسرهم. ده موضوع من الموضوعات اللي بتفرحنا جميعا يعني. أكيد. طيب لجريدة المصري اليوم مرة أخرى ومن صفحتها الأولى بنطالع: مصر تحذر تركيا من الحفر في البحر المتوسط غرب قبرص، شكري يستقبل الزعيم السابق للتحالف المسيحي في البرلمان الألماني. طيب معنا أستاذ خالد العيساوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام. تحياتنا لحضرتك. أستاذ خالد، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل التحذير المصري لتركيا من الحفر في البحر المتوسط ورؤيتك لهذا المشهد والسيناريوهات المتوقعة له. يعني بالتأكيد في إطار الانتهاكات التي تقوم بها تركيا بين حين والآخر في محيط البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا فيما يخص يعني دولة قبرص وما يدور بين أزمات بينها وبين تركيا بشأن الحدود. مصر ربما كانت سباقة في هذا الأمر وقامت بتسليم الحدود بينها وبين قبرص واليونان، وبدأت يعني العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاثة تأتي في إطار الرغبة في إقامة منطقة مركزية للغاز والمواد البترولية. ربما هذا الأمر يعني أشعر تركيا بالقلق من هذه القوة الاقتصادية الكبيرة، فقامت بهذه الابتزازات باتجاه قبرص. ربما كان البيان الخارجية المصرية واضحا وصريحا بأن مصر تحذر من هذه الانتهاكات ومن محاولات تركيا المساس بالأمن الاقتصادي في الدول الثلاث ومحيط البحر الأبيض المتوسط، خصوصا بعد هذه ترسيم هذه الحدود. كان أيضا الاتحاد الأوروبي في سباقة الدول في سباقة المنظمات الدولية الكبيرة الكبرى التي قامت أيضا بتحذير تركيا من هذا الأمر، ودعا تركيا إلى سحب كل هذه المحاولات والوقوف يعني إلى جانب الفرعية البحرية في إطار الحدود وفي إطار الاتفاقيات الدولية، وعدم المساس بهذه الاتفاقيات وعدم انتهاك هذه الاتفاقيات. أعتقد أن الجانب التركي يعني يضرب بعرض الحائط مثل هذه التحذيرات وهذه الإجراءات، وده كعادته يزيد انتهاك الدول سواء بحريا أو بريا كما يحدث في سوريا. لكن أعتقد أن هناك إجراءات تتخذ في الإطار الإقليمي والإطار الدولي وأيضا الإطار الأممي. مصر لديها يعني علاقات كبيرة بدول الاتحاد الأوروبي، وربما ستقوم في الفترة المقبلة بتوضيح الأمور إلى دول الاتحاد الأوروبي، تكون هناك إجراءات يعني احترازية وأيضا إجراءات عقابية إذا ما قامت تركيا أو حاولت مواصلة هذه التهديدات في البحر المتوسط. لكن أطمئن كل المشاهدين، أطمئن الشعب المصري العظيم بأنه لديه قوات سلاح كبيرة قادرة على حماية أمنه الاقتصادي في البر والبحر وفي المنشآت البحرية كحقل ظهر وغير ذلك. لدينا رجال صدقوا ما عهد الله عليه وقادرون على مواجهة هذه التحديات وهذه المحاولات الاستفزازية من قبل الجانب التركي. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ خالد العيساوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. طيب هنروح لجريدة الجمهورية وآخر أخبارنا بحضور العناني وحواس. وسائل الإعلام: كشف تاريخي بيوضح حقيقة بناة الأهرام. للموضوع طبعا يعني مهم قوي قوي، لأن في طبعا بعض الكتب وبعض الخزعبلات يعني بتقول من بناة الأهرام هم مجموعة من اليهود. في الحقيقة طبعا ده لازم يعني توضع النقط على الحروف في هذا الرد عليه طبعا. بالظبط احنا بكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم مجموعه من عناوين ومنشطات صحف القاهره الصادره اليوم، وطبعا مستمرين معاكم في هذا الصباح حتى قبل العاشره بقليل، ومعنا موجز على راس الساعه مع الزميله نجلاء الجعفري، ثم نعود من جديد لاستديوهات الصباح. طبعا.